إذا السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو. نتمنى أنكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. معكم عبدو. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نتفاداو التريد مارك ونتفاداو الكوبي رايت بالطريقة اللي هي سهلة. نعطيو بعدا تعريف الكوبي رايت ونعطيو تعريف التريد مارك بطبيعة الحال. الكوبي رايت راه هي اي حاجه مثلا كيف ما كنقولوا حنا باللغه العربيه حقوق الطبع والنشر، فيلم، اغنيه، عنوان كتاب، شي كوت مثلا مسجله بالاسم ديال مولا، وهذا ما نقدروش اننا نخدموا عليها الا بالاذن ولا بالترخيص ديال صاحبها الاصلي ولا صاحب الحقوق الاصلي. وبالنسبه للتريد مارك، التعريف البسيط راه هو الماركه، اي حاجه اللي هي ماركه بالنسبه مثلا نايك، بوما، اديداس، زارا، بحال هاد لي مارك هادو. يعني ما نقدروش اننا نهزو لي لوغو ديالهم ولا لي ديزاين ديالهم ونخدمو عليهم الا بالترخيص ديال اصحابها الاصليين. اذا باش نتفاداو التريد مارك وباش نتفاداو الكوبي رايت، كاينه عندنا كاينه هاد التولز هادي اللي كنصحكم انكم تخدموا بها، لان كتعطينا اننا نتشيكيو في اليو اس بي تي او. وكاينين عندنا جوج ديال لي تولز، كاينه هذه هي الاولانيه، وكاينه واحد التولز اخرى حتى هي غادي نشوفوها في الفيديو. وكاينه بغيتي تشيكي مانيوال، كلشي هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه في الفيديو. اذا نخليكم معايا. اذا قلنا نشوفوا مثلا، ناخذ مثلا هذه، ناخذ هاد امريكان كاوبوي، غنجيو التايتل اللي عندنا ولا الكيورد، نديرو ليه بحال هكا، غنجيو نكليكيو بوطون دغوا، غنهبطو لتحت ا برودكت فور ميرش باي امازون، هي هادي، غنهبطو لتحت ديالها كاينه تشيك يو اس بي سي او. اذا هنا كيف ما كتشوفوا يعني كيتشيكي راسو وكيجي لنا لهاد الصفحه هادي. اذا هذا كيف ما كتشوفوا راه تريد مارك ولا كوبي رايت. اذا كما ما كتشوفوا لايف هي هادي ومسجل ريجستريز نمبر ديالو هو هذا، عندو السيريال نمبر. اذا هذا كوبي رايت. الا بغينا نزيدو نعاودو نتشيكيو، غنجيو مثلا للتي ام هانت، غنجيو للتي ام هانت وغادي نطابيو، ناخدو نديرو لي كوبي، غادي نطابيو الكيورد ديالنا هنا وغنديرو سيرش. يعني هنايا ها هي كما كنشوفوا بان هنا لايف، مادام عندنا هنايا لايف يعني راه ما نقدروش نخدموا عليه. وهنا هادي كتشيكي لك كل كيورد بوحده، يعني هادي كتشدها كتقسمها تشيكي لك الامريكان بوحده وكوبوي بوحده. هنا انتما كما كتشوفوا بالنسبه للامريكان ها هي مثلا لايف، امريكان كوبوي ها هي دايرين حتى هي لايف. اذا هذه هي الطريقه الاخوان. وكاينه التول الاخرى اللي قلنا الاسم ديالها تاجنت ولا تاجنت، صراحه ما كنخدمش بها بزاف. ها هي هذه اصطلاع عادي بالنسبه في جوجل، راه كاينه بالنسبه الموزيلا ولا هذا ما عرفتش. المهم غادا تكون لا كانت في جوجل راه غادا تكون في اوبيرا وتكون حتى في ايدج. اذا غادي نجيو لهنا للتيست تريد مارك سيرش بهذه الطريقه هذه. ونجيو هنا الفوق، هنا راه عندنا كلودينغ، عندنا بوكس، وعندنا الكترونيك. الا بغيتي تكوشيهم تكوشي مثلا البوك كتي كتخدم على البوك راه تكوشي البوك، كتي كتخدم على الكلودينغ راه تخدم على الكلودينغ. اذا نديرو هنايا باست. اذا هو هذا كما كتشوفوا بانه هو لايف. وعندنا الطريقه الاخرى راه هي ديال جوجل، وهي طريقه صراحه يعني كتشوف كتجرب به هو الاول، كتبدا به هو الاول، يعني الا ما بانت لك حتى شي حاجه ديك الساعه كتمشي ليو اس بي تي او، من وراها كتمشي لتي ام هانت. اذا هنا كما كتشوف هنا ما عطينا حتى حاجه. اون فوا تبان لك شي حاجه هنايا في اليمن، بحال مثلا نقدروا ناخذوا
شنو ناخذ شي حاجه اللي هنايا اللي هنايا تشاد ماك ولا كوبي رايت هنايا. نشوفو توايلايت نشوفو توايلايت. اذا غنجيو مثلا لهنايا لجوجل ونديرو تواي لايت وندير ديك الساعه سيرش. كما كتشوفوا اون فوا تبان لك شي حاجه هنايا على اليمن يعني فيلم ولا سونغ ولا مثلا علامه ديال شي شركه براند ديال شي شركه ولا هذا عرف راه كوبي رايت. ما تمشي لا تشيكي لا في اليو اس بي تي او ولا حتى شي حاجه عرف راه كوبي رايت. ولما كان هنايا حتى حاجه على اليمن في الغالب كتكون هنايا على اليسار يعني كتكون على اليسار ضروري تلقى شي حاجه الا كانت كوبي رايت ولا تشاد مارك راه كتلقى مثلا بحال هكا الام دي بي ولا شي حاجه بحال هاد الشكل هذا. اذا الا بغيتي تشيكي مثلا هنا مانويال بلا تولز بلا حتى شي حاجه غادي تجي للسيت ديال يو اس بي تي او غتكتب يو اس بي تي او غادي يطلع عندك هو الاول في السيرش وهذا غيطلع عندك هو الاولاني غتكليك عليه بالطريقه هذه. غنجي هنا تريد مارك وغنجي هنا لسيرش ان تريد مارك غتكليك عليها وغنجي هنا لسيرش او تريد مارك داتا بيز غنكليكيو عليها وغنجيو هنا لبازيك وورد مارك سيرش غنكليكيو عليها. اذا نفس التولز اللي كنا خدامين بها هي هادي. انت بغيتي تخدم مانيوال راه كتخدم مانيوال. اذا غنجيو هنا هادي غادي نديروها لايف وهنا غنحطو الكيورد ديالنا امريكان كوبوي ونديرو سيرش. كما كتشوفوا هنا امريكان كوبوي اي لايف. اذا هادي هي الطريقه الاخوان بالطريقه هادي تفادى تريد مارك وتفادى الكوبي رايت وتفادى السدان الحساب ديالك. اذا هادشي اللي كاين تبارك الله عليكم والله يسخر للجميع.